يا صباح الجمال، يا صباح الخير عليكم مشاهدي الصحة والجمال. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات، يا رب تكونوا بألف خير. ربنا أنعم علينا بنعم كتير قوي، منها نعم جميلة زي نعمة جمال العقل، جمال الروح، جمال الفن، جمال الصوت، جمال الشعر. الشعر موهبة جميلة جدا مش موجودة عند كتير مننا. اسمحولي أرحب بضيفي الأستاذ الشاعر بدري احمد ابراهيم. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا حنين. اهلا بيك. خلوني اولا ارحب بزميلتي مروه. اهلا بيك يا مروه. اهلا بيك يا حنين. استاذ بدري، قبل اي حاجه عرفنا بحضرتك. هو انا اصلا مدرس لغه عربيه، الشعر كان اساس اللغه العربيه. لما اتكلم عن العرب قبل الاسلام كان الشعر اهم حاجه في حياتهم، فكان شيء طبيعي ان انا انفعل بالكلام ده وابدا اكتب شعر. يمكن من وانا في الثانويه العامه وانا بدات اكتب شعر، كان نوع من الانفعال مع قضايا المجتمع، انفعال مع اللي حوالينا. فشيء طبيعي ان الشعر يبقى شيء مهم في حياه المدرس، وخاصه لما يكون مدرس لغه عربيه. اكيد. قول لي يا استاذ بدري، ايه اهميه الشعر في حياه الانسان؟ الشعر بطبيعته هو بيحول الشيء المعنوي اللي جواه اللي هو المشاعر الاحاسيس الى شيء ملموس اللي هو الشعر مكتوب. فشيء طبيعي يبقى الشعر مهم في حياه الانسان، انه بيقدر يعبر عن اللي جواه. وده مختلف عن انسان عن انسان تاني. الانسان التاني ممكن يعبر بوسائل تانية، انما هو يعبر بالشعر باللغه بتاعته. فشيء طبيعي جدا ان يكون الشعر ده مهم، بيعبر عن مشاعر ممكن ما يعرفش يعبر عنها بشكل تاني. ممكن تلاقي الانسان على مدار الحضاره الانسانيه كلها بيعكس الحضاره نفسها من خلال الشعر نفسه. الشعر له مثلا دور في المواقف السياسيه، الشعر له دور حتى في الاسلام. في الوقت المبكر للاسلام كان الشعر مهم جدا في حياة العرب ونشأة الدين الإسلامي في بدايته يعني. طيب قولي تأثير الشعر على الشعوب سواء كان سلبي أو إيجابي. احنا مثلا لما نمسك الشعر في عصر من العصور، مثلا كنت ممكن نلاقي الشاعر بياخد قيم المجتمع نفسها وعايز يغرس قيم معينة فيها، عايز مثلا ينمي سلوك معين فيه. ممكن شاعر ينحرف بالشعر مثلا، يعني يقول مثلا غزل صريح مثلا، فكده انحرف بالسلوك شوية. أيوة. فكده ممكن الشعر يأثر بشكل إيجابي وبشكل سلبي على المجتمع. طبعا. وشيء طبيعي الإنسان بطبيعته بينفعل مع الكلام ده. يعني احنا مثلا أكيد طبعا، يعني احنا مثلا في العصر اللي احنا عايشينه مثلا في أحداث كتيرة جدا الشعر له دور فيها. يعني أحداث زي الإرهاب مثلا من ضمن القضايا المهمة جدا في مجتمعنا دلوقتي كده. ممكن الشعر يغرس في وجدان الشعب أهمية مواجهة مثلا الإرهاب مثلا على سبيل المثال، أهمية مثلا التفاف الشعب حول الدولة، لأن الوضع العام دلوقتي في المجتمع العربي كله وضع شبه ما فيش استقرار. بالظبط. فشيء طبيعي الشاعر ممكن يكون بشعره يدي نوع من الاستقرار للشعب ده من خلال الاتحاد، الوحدة. ايه رأي حضرتك لو تقول لنا مثلا مثال على دوت؟ يعني مثلا لو نفتكر مثلا من فترة كده كان في مجموعة من الشباب المصري عايش في ليبيا بيشتغل هناك، شباب طالع ياكل عيش، سايب اهله متغرب هناك. الجماعات إرهابية هناك بدأت مسكت مجموعة من الشباب. لو نفتكر الموقف ده كان فعلا موقف محزن جدا. مجموعة من الشباب جايبينهم واقفينهم على البحر، 10-15 شاب. أيوة. وبيدبحوا فيهم والدم نزل، وواحد ماسك سيفه ويقول الاسلام. أيوة. انا كانسان لازم انفعل مع موقف زي ده. اكيد طبعا. وفي نفس الوقت ان الشباب كانوا مسيحيين في الوقت، انا عايز استقرار الدوله، لان مصر عباره عن مسلم ومسيحي، لازم الاثنين مع بعض، لازم احنا الاثنين شركاء في وطن واحد. اكيد. فكان انفعالا معاه كتبت قصيده اسمها دماء مسفوكه. دماء ممكن نسمعها؟ تمام. ولو نفتكر بعدها تمام، بعد الموقف ده تماما كان الجيش ساعتها وجه ضربه خد بطار دول، لان الكلام ده تضمن حتى في الكلام اللي بقوله. فبقول قتلوا الرجال بلا ذنوب ترتكب، عملوا ايه؟ ذبحوا الشباب كانهم ليسوا عرب، دمعت عيون المسلمين عليهم، سالت دموع العاكفين على الصلب، قالوا باننا مسلمون، قالوا باننا مسلمون، وانما الاسلام يبرأ منهم. ثم الكتب آهاتهم نحو السماء تصاعدت، ونفوسنا ألما عليهم تنتحب. يا أيها الفجار، يا أيها الفجار، يكفي حسبكم جيش المنايا بالبواسل يقترب. وقفوا كلابا فوق خير شبابنا،
وأدوا نفوسا عن ذويها تغترب، مزجوا الدماء بماء بحر ثائر حزنا عليهم موج بحر يضطرب. من للصغار البائسين بجوعهم، من ذا الذي يحمي النساء من النصب؟ ماتوا وماتت في النفوس ضمائر رفعوا شعار المسلمين بلا سبب. يا حاكمين بلاد شعب ثائر، أمل الحياة من الشعوب قد اغتصب. زعموا بأن الدين بالسيف احتمى، والحق أن الدين للسلم انتسب. فديننا دين سلام، هم بيزعموا أن الإسلام انتشر بالسيف، لكن احنا ديننا دين السلام. كنت عايز أسأل حضرتك إيه الفرق بين الشعر الغنائي والشعر القصائدي؟ هو مبدئيا الشعر بطبيعته لو ناخد بالنا لما نشأ عند العرب هو اتعملوه عشان يغنوه، يعني هم عملوا الشعر عشان خاطر يغنوه مش عشان خاطر حاجة تانية. يعني مثلا لو نفتكر كان الشعر يمشي قدام القافلة مثلا قدام اللي ماشي كده هو ويبدأ يقول شعر فيغنيه عشان خاطر الجمل يبدأ ما يحسش بالحمل اللي عليه فيبدأ ماشي ماشي معاه حاجة حاجة. فالشعر مرتبط بالغناء. ولو ناخد بالنا ان على سبيل المثال القصائد مثلا اللي بتتكتب على مدار التاريخ والشعر والفنانين بيغنوها، لان الشعر عباره عن ايه؟ كلام موزون له قافيه. الموسيقى دي اللي نشأة من الكلام ده هو اقدر انا اعملها لحن واقدر اغنيها. فالشعر اصلا بطبيعته هو شعر غنائي، بس اختلف من العصر القديم للعصر الحديث. يعني احنا دلوقتي بناخد الفاظ الكلمات، انا اقول لحضرتك كام بيت من الشعر القديم محدش يفهم منه حاجه. تعالى دلوقتي شوف اللغه اختلفت شويه، بنسمع مثلا ام كلثوم بنسمع عبد الحليم في قصائدهم نلاقي اللغه سهله وبسيطه نقدر نتعايش معاها وتتغنى بشكل كويس. طيب حضرتك قول لي الشعر انت اكتسبته موهبه ولا دي يعني كانت ليها علاقه بدراسه حضرتك؟ هو بطبيعه يعني لما تيجي تشوف نشاه الشعراء بطبيعتهم هم عندهم حاله من الشعور مختلفه عن باقي الناس. فبيبدا مثلا في وانا اقول الانسان وهو صغير كده المشاعر بتبقى فياضه في مرحله المراهقه كده عايز يعبر عن المشاعر دي، كل واحد بيعبر عنها بطريقته. ممكن تبداي تكتبي وتبداي بعد كده تنمي الموهبه دي. يعني انا فاكر مثلا اول قصيده كتبتها كنت في ثانويه عامه، لما بدات كتبت قصيده وانا في ثانويه عامه كنت ممكن سكت بعدها، لا انا بدات اقرا بعدها، اقرا الشعر الجاهلي اقرا الشعر الحديث اعمل مقارنه بينهم. فالموهبه بتنمى من خلال الخبرات والقراءه والثقافه. طيب ما تدينا مثال على ده. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا كنا في وقت من الاوقات مثلا بعمل دبلومه تربويه، فانا حبيتي ده طبعا بحكم دراسه حضرتك بحكم انت عملت دبلومه تربويه فحسيت ان انا طالب. انا رجعت تاني للفتره بتاعت الثانويه العامه تاني حطيت نفسك مكان الطالب. حطيت نفسي مكان الطالب. طب يعني حضرتك مدرس طبعا. يعني فجاه بقيت طالب وقاعد بامتحن وخايف مراقب يعدي جنبي ان هو ايه يقول لي انت بتغش مثلا، احساس غريب بعد ما وصلت للسن ده. فعملت قصيده هزليه كده بوصف حال الطالب وهو قاعد، بقول برب استعنت ببدء الاجابه، خلاص انا هبدا اجابتي، فاجعل بصدرك الحاني رحابه، يعني والنبي خليها اعديها يعني، وارحم عيونا سهرت طويلا، انا الليل كله بذاكر، واني اعاني سوء الكتابه، مش قادر اكتب معلش. ارقت عيوني لجمع المعاني، انا الليل كله سهران عشان اجمع المعاني اللي هكتبها لك. وها انا ارجو منك الاثابه، انا عايز جواب منك. فارفق بورقي واشفق بحالي، هداك الاله العظيم ثوابا. تصفح كلامي برفق ولين، نمسك الورقه كده بحنيه كده. تكرم وقاك الاله الاصابه، فقد كنت امسا صريعا فراشي، ده كنت تعبان والله امبارح، صداعي افاض علي عذابا، وقد ارقني صداع لاختي، اختي قاعده جنب البلد تبكي وتعيط، وقد ارقني صداع لاختي صراخها يعلو صوت الربابه. قلوب الجميع ستدعو وأدعو، دعاء الغلابة سريع الإجابة. ففينا المريض وفينا الضعيف وفينا السقيم بطيء الكتابة. وإن لم تجب دعاء الغلابة سندعو عليك بحق الصحابة. الشعر دوت رسالة لكل المدرسين بقى. يا يعني يرحمه طبعا في الامتحانات يعني. أستاذ بدري، إيه دور الشعر كعامل مساعد للمطربين؟ يعني احنا مثلا لما ناخد مثلا على سبيل المثال في
لأم كلثوم في قصائد خالدة في التاريخ. يعني بتيجي مثلا أغاني الأرقاق، وعلى فكرة حتى الجيل اللي طالع مهما استمع لمطربين صغيرين اللي هم طالعين وشباب كده تلاقيه دايما بيحن لأم كلثوم. فبيجي أم كلثوم مثلا أغاني الأرقاق للشاعر السوداني هادي آدم، قصيدة في منتهى الروعة، ثورة الشك، قصيدة منتهى الجمال. عبد الحليم حافظ لما غنى لنزار قباني قصائد كتيرة جدا. فتلاقي إن الشعر عامل مهم جدا في الارتقاء بالفنانين. يعني أم كلثوم لو ما لقيتش مجموعة من الشعراء حواليها كسبورت كدعم ليها يعني تمام، ما كانتش هتبقى أم كلثوم بالوضع ده. أم كلثوم هو الصوت وحده كفنان، الصوت وحده مش هينفع يغني إيه، هيغني كلام، فلازم الكلام ده يكون كويس. فبالتالي تلاقي مثلا أم كلثوم، عبد الحليم، فريد الأطرش مثلا في أغنية جميلة زي عيش أنت، من أروع ما غنى فريد الأطرش. طب عبارة عن إيه؟ قصيدة برضه اتغنت، قصيدة كانت داعم لفريد ان يعمل الاسم ده، داعم لأم كلثوم انها تعمل الاسم ده. والكلام ده على فكرة مش جديد، انت بترجعي مثلا للعصر القديم مثلا في ايام الاندلس مثلا، انت كنت ممكن تلاقي الشعر وبيتغنى بالشكل ده في العصر العباسي. يعني هو شيء مش جديد على المجتمع يعني. تمام. طب قول لي يا استاذ بدري، يا ترى فاكر اول قصيدة كتبتها كانت لمين وكانت ايه؟ بس كانت لمين الاول؟ يعني الثانوية العامة. طبيعي احساس الشاب في السن ده، مراهقة بقى وعجباه بنت الجيران. معلش المدام، معلش المدام، عجباه بنت الجيران، فبيبدا يكتب لها، بيعبر عنها بس بايه، بشكل ايه، سهل بسيط. ممكن تلاقي كلماتها تقل شويه. الكلام ده كان في المراهقه طبعا. في المراهقه قديم طبعا. الموضوع انتهى يعني. طب بما ان هو قديم، اما تقول لنا لو فاكر منها حاجه. يعني مثلا بقول مثلا لما التقينا وتعانقت ايدينا، تنهدت قلوبنا وتحققت أمانينا، عند الفجر ألقاه مشتاقا، تشرق الشمس بالحب تدفينا، ما أروع عيوننا عندما تلتقي، والشوق ينساب دفئا من بين أيدينا. يمكن عشان هي قديمة شوية يعني، فأنا مش فاكر منها حاجات كتيرة يعني. قولي يا أستاذ بدري، إيه اللي بيحتاجه الشاعر عشان ينوع من قصايده؟ الشاعر لازم هو يقرا قصائد متنوعه. يعني الشاعر بطبيعته لازم، ما ينفعش يقرا في مجال واحد. الشاعر لو تخدتي بالك، امسكي اي شاعر، ديوان لاي شاعر او اسمعي لاي شاعر، تلاقيه بينوع في القضايا بتاعته، لانه هو عباره عن لسان المجتمع. يعني حضرتك مين اللي هيعبر عني؟ يعني ترجعي مثلا العرب زمان، هم العرب ما كانش عندهم حاجات يوثقوا بيها التاريخ بتاعهم. ايوه. فايه اللي عرفنا كل حياه العرب؟ كان الشعر. فتلاقي الشعر مثلا، لك تتخيلي ان الشعر كان مهر عروسه زمان. يعني واحده مثلا في العصر الجاهلي اسمها دعده، دي واحده اشترطت ان هي اللي يتجوزها يكتب لها قصيده يوصفها من ضفر رجلها لشعر راسها. متخيله كده؟ ده الحلوة. والمنافسه كانت قويه جدا، وفي النهايه، في النهايه كتب لها فعلا القصيده دي. فشوفي الشعر مثلا كان في عصر من عصر الثورات مثلا، كان في احزاب، والشيعه والامويين، كان كل شاعر مؤيد لحاجه معينه. فبالتالي الشاعر بطبيعته لازم ينوع، لانه لسان حال المجتمع. عشان يقدر ينوع الشاعر بالشكل ده، لازم هو يطلع على الشعر ده. لازم يقرا الشاعر ده في الموقف ده وفي الموقف ده، لان دي طبيعه النفس الانسانيه، والانسان بطبيعته مشاعره مختلفه. أكيد. ومختلفه من موقف للتاني، فلازم يعبر عنه الشاعر بنفس الاختلاف ده. طب ممكن تقول لي مثال؟ يعني مثلا هديكي على سبيل المثال، مثلا احنا مثلا من دلوقتي تكون بقول مثلا غزل مثلا، صح ولا لا؟ بس احنا في المجتمع اللي احنا عايشينه، الفتره اللي احنا عايشينها مثلا، اهم قضيه تشغل الشعب المصري حاليا ايه هي؟ كورونا. 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 فكان شيء طبيعي انا بطبيعتي لازم انفعل مع الموقف ده يعني. ويمكن ده بيأثر على حضرتك طبعا، بيأثر على نفسيتك، وبيخليك تكتب. انا لازم انفعل بالمجتمع، لازم انا عضو في المجتمع، فلازم انفعل بيه، انفعل بمشاعر الناس وحياة الناس. ويمكن ده القصيده دي تقريبا هتاكد نقطه معينه قالتها مروه، اللي هي الشعر وعلاقه الشعر بالغناء. ايوه. انت ممكن تقول الشعر بشكل يغنى، بمعنى بقول يا كورونا في بلادي، ربي شافي ذا الوباء، ذكر ربي خير شاف، ربي شاف كل دائي، شعب مصر لا تعاند، وادعو ربا في السماء يرفع الضراء عنا، يشفي وطني من بلائي، لن يصيب الشعب إلا حكم ربي ذي الشفاء. من كورونا سوف ننجو إن أخذنا بالدواء، والتزمنا في البيوت كشف سقم في الثواء. ربنا مش هيحوش المرض غير لما نقعد إلا للحاجة.
قبل أخذ ذا الدواء رفع أيد بالدعاء. واذكروا أيوب، سيدنا أيوب، شوف الضر إزاي، سيدنا أيوب الضر الوقت سيدنا أيوب. واذكروا أيوب يوما حين ضر بالبلاء، فارتضى بالله ربا يشفي سقم الابتلاء. واعلموا في السقم خيرا يمحو ذنبا في السماء. فاصبروا على الكورونا ربي شاف كل داء. ما شاء الله حضرتك. استاذ بدر يقول لي، هل في كتاباتك الشعرية بتكون بتأثر على حياتك العاطفية والعائلية؟ يعني بتتأثر بدوت؟ طبيعي جدا، احنا لسه بنتكلم عن كورونا مثلا. الفترة الأخيرة ولله الحمد كان أخويا واحنا يعني انا نشأت الصعيدي كأخ، كلمة أخ دي حاجة كبيرة جدا عندنا. جاله كورونا. جاله كورونا. انفعلت من موقف، يعني مسكت القلم. انا دي وسيلتي في التعبير، يعني وسيلتي في التعبير عن الموقف ده واحساسي باخويا. كورونا ده مرض، حاجه من اتنين، مفترق طرق، يا تعيش يا تموت. فبالتالي موقف صعب جدا. فانفعلت الموقف مع اخويا وكتبت له القصيده دي. بقول ايه؟ مرض الحبيب والم الداء يكويني. طه الحبيب، اخويا اسمه طه. طه الحبيب شفاء الله يكفيني، فاصبر أخي ولا تكن جزعا. اتحمل، أعراض كورونا صعبة جدا. فلحظة حزن منك ترديني، بلاء ربي ليس القلب ينكره، صبرا عليه فربي ليس يشقيني، وذاك الصبر يوم الحشر مدخر. هناخد أجر عليه. وذاك الصبر يوم الحشر مدخر، وحزني عليك يا شقيق يضنيني. فانهض فما كنت سوى رجل صبور بشرع الحق والدين. وجعي عليك في الآفاق ينتحب يبكي، حزني عليك مثل النار، حزني عليك مثل النار تكويني. فيا ربي لجأت إليك منكسرا، تشفي الحبيب، تشفي الحبيبة، وذاك الفضل يكفيني. ربنا يا رب يخليكوا لبعض. الحمد لله، يعني تم الشفاء على خير. الحمد لله رب العالمين. أكيد هو خف بعد القصيدة دي. الحمد لله، يعني هو إذا التزمنا مثلا بالعلاج وبالنصائح وخدنا الأمور كده بشكل بسيط، إن شاء الله تعدى على خير بإذن الله تعالى. طب ممكن تقولي ايه موقف الشعر من المرأة، موقف الإسلام من ده؟ لما نيجي نفتكر نشوف مثلا بعض الأفكار السطحية في الدين حاليا، يقول لك الشعر حرام وتعبير الشعر عن المرأة حرام. ازاي؟ ازاي ومثلا واحد زي كعب بن زهير دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن زهير كاتب قصيدة من أجمل القصائد في الشعر العربي. لك تتخيلي واقف قدام النبي، القصيدة أولها إيه؟ بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبوله. ده معنى سعاد، أنا عايز الشاهد في الشاهد سعاد. كعب بن زهير واقف قدام سعاد، قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول سعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقدش ده. إيه ده؟ إذن هو مباح الشعر، مباح الشعر، الرسول ما أنكرهش عليه. طيب نيجي نقول لك مثلا الشعر، مثلا في آية في القرآن بتقول والشعراء يتبعهم الغاوون، صح؟ معاك آية قرآنية في نهاية سورة الشعراء، آخر أربع آيات سورة الشعراء تحدثوا عن الشعر. بس ربنا سبحانه وتعالى اقرأ الآية للآخر، ما تاخدش الجملة من أولها وما تكملهاش، ما تاخدش أولها واسيب آخرها. بالظبط. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم تكمل الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يعني قال ايه اللي هو؟ يعني في ناس، فلما تيجي حتى لما تشوف الطبري في تفسيره مثلا ابن كثير، يقول لك بيتكلم هنا عن الشعراء الكفار، لان كان في شعراء بيشتموا النبي، صح كده؟ فسيدنا رسول الله حتى قال لحسان بن ثابت ايه؟ اهجهم وروح القدس معك، جبريل معاك. انت لك ان تتخيلي ان الرسول بيقول له قول شعر اهو. يعني يا اخوانا فناخد الدين ببساطه كده وسلاسه كده، ما ناخدش التفكير السطحي ده، لان هو بيدخلنا للتعصب، بيدخلنا في التعصب، وبيدخلنا في الارهاب، وبيدخلنا في حاجات كتيره جدا. الدين سهل، اكيد
اكيد طبعا. بس هي الفكره في حاجه بس، اللي هي فهم الانسان للغه بيختلف من واحد للتاني. في ناس واخدين الدين الاسلامي بتشدد بالظبط، ان الشعر حرام وان التعبير عن مشاعرنا حرام، ويعني محسنا ان كل حاجه فيه حرام بصراحه. لا هي الفكره كلها فكره ايه، ان اللغه العربيه يمكن بطبيعتها بتحتمل اكتر من معاني. يعني لما تيجي تمسكي ايه قرانيه، فهمي انا غير فهم مره، غير فهم حضرتك، صح ولا لا؟ حسب الفهم انا باخد منه، باخد منه اختلاف ايه؟ اختلاف اراء طبعا، اختلاف اراء. يعني مثلا انا هديكي مثلا على سبيل المثال، لما تيجي اقول لك ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، تفهمي ايه؟ اقول اه كده ممكن اسكر بس وقت الصلاه ما اسكرش. ايه؟ ما هو ما هو فاهم المعنى بقى. ما هو مش فاهم بقى كده، لكن لما تقول له ارجع لايه ثانيه ربنا يقول لك ايه؟ ويسالونك عن الخمر والميسر والانصاب والازلام، ها قل فيهما رجس وفي الاخر فاجتنبوه، خلاص امر واضح. فالايه دي شالت ايه؟ الحكم الاولاني. فلازم اللي يجي يبص للقران يبص ايه؟ بشكل عام مش بشكل الجمله المعينه، عشان ياخد حكم يمشي بيه. نديك مثال في الفتره الحاليه اللي احنا عايشينها، معظم الناس القضايا الارهابيه او الناس بتوع الارهاب دول هم بيعملوا مشاكلهم في، يعني ايه اللي خلاهم يوصلوا للارهاب ده؟ فهمهم للدين بشكل ايه؟ سطحي كده كويس. انا حابه اختم النهارده حلقتنا مع حضرتك بقصيده كده من عندك. والله القصيده دي الاخيره من اجمل القصائد، يمكن انا اللي يعني انا بعز القصيده دي، وانا كنت كاتبها لزوجتي، يمكن هي مصدر الالهام في حياتي في الشعر، وهي اول واحده اول شخص رأيها. بتاخد رايه في القصائد اللي انت بتكتبها مين؟ زوجتي. شيء طبيعي جدا، هي اقرب الناس ليا ويمكن اقرب حد ليا في الحياه كلها، فشيء طبيعي جدا انا لما اكتب حاجه هي اول واحده هتشوفها. فكتبت قصيده اسمها بريق الامل. في عينيك بريق الامل على شاطئيك سفيني وصل، ورغم العناد من ذا الزمان عيون الحبيب شعاع الامل، تمر الليالي علي طويلا اداعب حبا جميل المقل، جميل عيون. فانت الحبيب عقيم النظير، مالكش زي، وانت الحبيب فريد المثل، أزف إليك لحون الوفاء فجرح الزمان لديك اندمل، أنا ما عنديش جراح وأنت معايا. جمعت شتاتي أضأت حياتي وعطرت عمري وردا وفل، تذكرت عمري قبل اللقاء تناسيت فيك شجون الطلل، وعدت إليك حبيبا وفيا وددت لنفسي يطول الأجل، أحبك حبا ولو تعلمين ملكت الفؤاد هزمت الملل، وأصبح قلبي طيرا طليقا وقد كان يوما حبيس العلل، أحن إليك وأرجو الخلود فقد بايعتني عهود الأمل، فلا حب قبل جميلة حلوة ولا حب بعد، فلا حب قبل ولا حب بعد، لك القلب ما قام أو ما رحل. جميلة جدا، شرفتنا النهاردة. وبكده انتهت فقرتنا، وللأسف وقت حلقتنا خلص معاكم. كان معانا أستاذ بدري، نورتنا بوجودك النهاردة. ربنا يخليك يا مروة، ميرسي يا مروة. وكان معايا زميلتي حنين عبد العزيز، نورتيني حنين. نورتيني يا مروة. مشاهدي الصحة والجمال، استنونا بعد الفاصل في فقرة لقيت الطبطبة. اوعوا تروحوا في أي حتة.